عندي انا لا والله اني ما قال واحد في الكومنت يعيبوك في الجنه. الله يعني عمره يقول انت دب على البلاء. اسمع اسمع ما اترك اللي في الكومنت، خذ العلم من عندي، العلم عندي هالحين. يقول لي واحد من عيال عمك حطاني الحين هذا هو كاتب لي، يقول ترى سعود صوته زين خله يجر الصوت يرفع الصوت. يلا موال محاضرة ولا أغنية؟ اللي هو يقول بعد يقول عليه حكم الجولة اللي من شوي عليك حكم، والحكم الحاكم عليك ولد عمك ابن عمك هالحين حطاني والله انك حطاني. أقول أبو فيصل بقول لك ذكرتني، يقول إن صوته زين وخله يرفع الصوت. أبا أقول لك نكتة أبو فيصل سام، وعقبها عقبها الأغنية. يقول أبو فيصل في نملة عازم تنط العمر صديقاتها وأخوياها. أي النملة هذه اللي عازم صديقاتها طال عمر راحت تجيب القهوة والشاهي في 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 بيتهم في ذاك المهم طال عمر. ذكرتني الشاهي. أي والله يعلبه كل جنة. المهم راحت النملة هذه تبي على ما قال تجيب القهوة والشاهي، وطولت ما جابت القهوة والشاهي النملة ذي. قالوا صديقات النملات يوففون بينهم، قالوا غريبة إن جالسين هنا ما جاتنا القهوة والشاهي، إن جالسين هنا ما جاتنا لا القهوة ولا الشاهي. هلا قالت النملة طولت ولهم جالسين، قالت النملة الثانية إن جالسين لنا يعني كثير جالسين يعني في مجلس النملة ذي. في يوم راحوا عاد النملات يدورونها في ذاك في جوا البيت اللي لقوها عمرون لقوها ناشبة، النملة ناشبة في التمر. ايوه والله المهم لا بغيت تدق على الدوريه تيجي تاخذني ترى انا جاهز. انا اللي جاك من يحول بيني وبينك انا اللي جيت دونك، انا مو وراك ودونك. هاي والله عينك. لا النمله انت النمله اللي قلت لها كب النمله الحين وعطنا الاغنيه. أوكي. بس كب النمله الحين سعود، خلي النملة في دبسها اللي مسكها. الله يكفينا ذا الدبس. يلا بغنيكم طيب. يلا. تحب الشعبي؟ أوه ما يحتاج، رقم واحد. ونحصل بن سعيد بعد أحلى وحلى. أوه. ترى فناني المفضل بن سعيد. لحظة. شوف بعد شوي بجيب لك واحد بعد يغني لك أغنية على كيفك، بس مو قبل ما تغني انت، لأنه والله اللي عندي طالبين منك أغنية. لا حد يا لمية يا لمية بيض الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بيض الله وجهك يا لمين. ارحبي ما قصرت. بسم الله عليك عسى ما تعورتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله جاهزين؟ طفل أغنية. أبشر بطفيها معاد ورا صوت. هاي تحياتي وأشواقي ترى معاكم.